السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. البداية بالعناوين: سمو ولي العهد وميركل يستعرضان هاتفيا ترتيبات قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي دعت لها المملكة. وزارة الطاقة توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يوميا. وزارة الصحة تعلن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجرى خلال الاتصال بحث سبل توحيد الجهود لمكافحة انتشار وباء كورونا. كما جرى خلال الاتصال استعراض الترتيبات للقمة الاستثنائية الافتراضية التي دعت إليها المملكة قادة مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام للاتفاق على سياسات تخفف من آثار الإجراءات المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتجري المملكة اتصالات مستمرة مع دول مجموعة العشرين لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي الأسبوع القادم لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا. قمة استثنائية افتراضية دعت إليها المملكة بهدف تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. القمة والتي تأتي في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام تسعى إلى بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء وما يترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية. مجموعة العشرين ستعمل أيضا من خلال هذه القمة مع المنظمات الدولية للتوصل للطرق اللازمة لتخفيف آثار كورونا، كما سيعمل قادة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره اقتصاديا على العالم. القمة ستساهم كذلك في تحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة وفقا لها، في حين تستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. لقاء دولي يعول عليه في المساهمة في تفعيل منظومة عمل موحدة وبنائه عالميا تشكل خط النهاية أمام زحف فيروس كورونا المستمر. وجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة. وكانت وزارة الطاقة قد قالت في وقت سابق إن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام لتتجاوز 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من مايو مع تقليل الاعتماد على الخام في توليد الكهرباء. أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وقالت الوزارة إن العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة هو 45 حالة قادمة قبل يومين من كل من بريطانيا وتركيا وأسبانيا وسويسرا وفرنسا وإندونيسيا والعراق، وقد تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي الذي أثبت فعاليته في التصدي لنقل العدوى داخليا، وأن 11 حالة إصابة هي لمخالطين لحالات سابقة وأن 11 حالة تحت التقصي. وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات 67 منها 19 حالة في مدينة الرياض و23 حالة في المنطقة الشرقية و13 حالة في مدينة جدة و11 حالة في مكة المكرمة وحالة واحدة في عسير. وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة وصل إلى 238 حالة تعافت منها 6 حالات، وأن البقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالة واحدة بوضع حرج.
وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات. ودعت كل من لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس إلى التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة 937، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 170 دولة وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه. من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا أن الدراسات العلمية تؤكد أن فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ. جميع الدراسات العلمية الرئيسية المؤكدة والمعتمدة والمعتبرة، وأيضا ما تبثه منظمة الصحة العالمية والتوصيات من المنظمات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض، ومركزنا الوطني اللي احنا فخورين به جدا، المركز الوطني للوقاية بالأمراض ومكافحتها السعودي CDC، جميع هذه المصادر وجميع الأدلة وجميع هذه الجهات تؤكد بأنه هو مرض ينتقل عن طريق الرذاذ، وبالتالي لا يعتبر من الأوبئة أو الأمراض المنتقلة عن طريق الهواء. تفضل. كما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الفيروس أخف وطأة على الأطفال. من 6 سنوات في العمر إلى 14 سنة موجود، وهذه الفئات العمرية نلاحظ أنها أعداد نادرة مقارنة، وهذا النسق العالمي أو النمط العالمي الملحوظ أنه في الأطفال أقل، وأيضا الحمد لله حتى آثاره الصحية في الغالب عليهم تكون أقل لعدة عوامل لها علاقة، لا ترتبط بأمور يعني فسيولوجية في جسم الإنسان، وأمور لها علاقة بتفاعل الخلايا وأنماط تعاملها مع الفيروس، لكن هذا أمر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه بأنه أخف وطأة على الأطفال منه على البالغين، ونسأل الله أن يجعله يعني يجعل من بعد الإصابة به عافية للجميع. وفي نشرة سابقة وصفت مبتعثة سعودية عادت إلى المملكة وهي الآن بالحجر الصحي في مدينة الرياض، وصفت تجربتها في الحجر وما يقدم لها من خدمات من قبل وزارة الصحة. لنتابع. تعجز الكلمات عن وصف الرفاهية اللي قاعدين نعيشها. ما قصروا معنا وزارة الصحة وجميع الجهات. الفندق جدا على مستوى جدا راقي، التعامل جدا 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 رائع على مدار الساعة، صبح ليل فجر ما يقصرون معاك بأي شيء. الناس دائما لما أقول لها أنه في حجر صحي أو عزل يجي على بالهم أنك في عزلة وأنه ما في شيء حولك وغير أي شيء موفر لك، لكن غير صحيح تماما. إحنا في أعلى رفاهية وكل ما بغينا شيء ما قصر معنا وزارة الصحة، أعطونا كل اللي نحتاجه، والوضع جدا هنا جدا جدا مريح صراحة. أنا ما أخذتها صراحة كفترة نقاهة، ما أخذتها كفترة عزلة، بالعكس حلو أنك تقعد بهوتيل 5 ستار، فترة نقاهة معك مع نفسك، وجميع الخدمات متاحة لك وعلى مستوى جدا فاخر وراقي. سأتحدث إليكم عن الحجر المنزلي. الحجر المنزلي هو أن تبقى في غرفة خاصة داخل منزلك لمدة 14 يوم ولا تستقبل زوار، وذلك حفاظا على سلامة أحبابك ومجتمعك، وهذا هو المطلوب من كل شخص رجع من خارج المملكة مؤخرا أو المخالطين للحالات المؤكدة. من شروط غرفة الحجر المنزلي أن يكون للغرفة دورة مياه خاصة، وأن لا يشاركك فيها أحد، وأن يكون فيها نافذة لتحصل على التهوية الجيدة. أدواتك الشخصية لا تشاركها مع أحد إطلاقا، مثل المنشفة وأدوات الطعام، ويفضل أن يكون لك أدواتك الخاصة وأن تغسلها بنفسك وتبقى معك في الغرفة. ومن الأفضل أن تأكل في الصحون المجهزة لاستخدام المرة الواحدة بحيث تتخلص منها مباشرة بعد الأكل. وإذا احتجت أي شيء من الخارج يجب أن تطلبه عن طريق الجوال بحيث يصلك عند الباب بدون الاحتكاك بالآخرين. تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب. استخدم سلة قمامة خاصة بك، وإذا انتهيت منها ضعها في كيس آخر قبل أن تتخلص منها. مواجهة كورونا مسؤولية الجميع، والحجر المنزلي واجب ديني ووطني للقادمين من خارج المملكة. وإذا ظهرت عليك أعراض العدوى التنفسية كلم الصحة 937.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما اليوم تعميما لكافة البنوك لاتخاذ الإجراءات التشغيلية والتقنية لتنفيذ التغييرات المطلوبة لرفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة. وبموجب التعميم ستعمل البنوك المحلية ومقدم خدمات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع اعتبارا من هذا من اليوم الأربعاء 18 من مارس لعام 2020 للميلاد على تنفيذ التغييرات الفنية المطلوبة. يأتي هذا القرار في إطار مجموعة الإجراءات الاحترازية التي بادرت ساما في اتخاذها لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، وبما يساهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني كافة. وتشهد مداخل ومخارج مكة المكرمة استعدادات وجهودا على مدار الساعة تنفذها الجهات الحكومية المختلفة الصحية والأمنية من أجل الأمن والسلامة للعاصمة المقدسة وزوارها وقاصديها، حيث تعمل الجهات المختصة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بأعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة. وتحظى جميع مداخل العاصمة ومخارجها بالرصد والمتابعة المستمرة من خلال الكشف الحراري والفحوصات المتخصصة للتأكد من خلو المسافرين من المرض ضمانا لسلامة قاطني مكة المكرمة. هذا وعملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة بترجمة خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تبذل الإدارة دورا بارزا في إيصال تلك الجهود بخمس لغات للعالم لتكون منبرا إرشاديا دعويا من البيت العتيق لغير الناطقين بالعربية، تسخير كل ما لديها من إمكانات للوقوف جنبا إلى جنب مع القيادة الحكيمة. وقد تصدرت مدينة جدة مدن العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، جاء ذلك بناء على انخفاض الحركة المرورية في المدينة بحسب موقع أشهر مواقع الرصد المروري في العالم، فيما جاءت مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي الفيروس في المرتبة الثانية، وجاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث في انخفاض الحركة. تستمر أمانة منطقة الرياض في توزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجانا لسكان مدينة الرياض في 25 موقعا شملت الإشارات المرورية وعددا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وجندت الأمانة عددا من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة ضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية. وخلال جولاتها ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة خزنت أكثر من مليوني كمام وقفاز بهدف بيعها لاحقا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية. وبناء عليه تمت مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وحذرت وزارة التجارة المستوردين المخالفين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا، حذرتهم من هذه الممارسات ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة. كما دعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
وينضم إلينا من مستشفى بريد المركزي مراسل الأخبار السعودية الزميل علي العطينان. علي، بداية مساء الخير، كيف تبدو التجهيزات والخدمات المقدمة لديكم؟ ضعنا في الصورة. نعم، مساء الخير عبد الرحمن، تحية لك وللمتابعين الكرام من هنا من مستشفى بريدة المركزي. والإجراءات الوقائية والاحترازية زميل عبد الرحمن مكتملة وفق ما هو معد ومخطط له من قبل التجمع الصحي بمنطقة القصيم، وأيضا مديرية الشؤون الصحية ومختلف القطاعات المعنية، وعلى رأسها أمارة منطقة القصيم التي تتابع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في منطقة القصيم. العديد من الإجراءات اللي اتخذتها كثير من الجهات، أيضا متابعة للقرارات الصادرة من الجهات المعنية بإغلاق المجمعات، أيضا بمنع مزاولة الحرجات وأيضا المزادات، بالإضافة إلى إغلاق الكثير من المتنزهات وأماكن الترفيه. كل تلك الاحترازات تمت وفق ما هو معد ومخطط له. في هذه الدقائق عبد الرحمن وأيضا المتابع الكريم نتعرف أكثر على جهود التجمع الصحي بمنطقة القصيم، وأيضا عن الاستعدادات للوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. والحديث ورحب بضيفي الكريم الأستاذ تركي المحارب المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم. أستاذ تركي، بشكل سريع إذا سمحت، تحدث اليوم عن الإجراءات والتدابير اللي اتخذها التجمع الصحي، لو أطلعت المشاهد عليها. حياك الله أستاذ علي. هناك العديد من التدابير والإجراءات من خلال وضع نقاط لفرز جميع الحالات التي ترد للمنشآت الصحية واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لمعايير وإجراءات مكافحة العدوى بوزارة الصحة. ولله الحمد هناك جهود حثيثة من قبل القيادات الصحية بالمنطقة بمتابعة من سمو أمير منطقة القصيم للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي على قدر عالي من الجهود المبذولة ولله الحمد. جميل. طيب، اليوم في ظل هذه الإجراءات الاحترازية مؤكد لكم رسائل توعوية تثقيفية للمجتمع يعني البعد عن بعض السلوكيات والأنماط اللي قد يعني كانت متاحة لهم، اليوم تم منعهم لسلامتهم. هناك مبادرات توعوية انطلقت بالمنطقة تهدف إلى تصحيح بعض من المفاهيم تجاه كثير من السلوكيات الخاطئة، وتساهم بإذن الله في رفع وعي المجتمع، وهناك نتائج إيجابية بهذا الشأن للحد من فيروس كورونا الجديد. الله يعطيك العافية، شكرا. نعم زميل عبد الرحمن، أيضا امتدادا لهذه الجهود وأيضا الإجراءات الاحترازية، سمو أمير منطقة القصيم اليوم يعقد الاجتماع الطارئ الثاني لمتابعة الإجراءات والتدابير لضمان سلامة وصحة المواطن وأيضا المقيم والزائر لمنطقة القصيم، وأيضا الوقوف على كل الإجراءات اللي اتخذتها كل الجهات المعنية للحد من انتشار هذا الفيروس. شكرا لمراسل الأخبار السعودية من بريدة الزميل علي العطينان وضيفه الكريم، شكرا لك. أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب غير مدرج سابقا على قائمة خدمات التنفيذ إلكترونيا من خلال أيقونة جديدة أضيفت على بوابة ناجز بمسمى طلبات أخرى. وتتيح هذه الخدمة لطالب التنفيذ أو مقدم الطلب بالوكالة وللمنفذ ضده إمكانية التواصل مع إدارة التنفيذ مباشرة بإرسال الطلبات، مع إمكانية إرفاق مرفق من خلال الدخول على بوابة ناجز. وفي أسفل خدمات التنفيذ يتم اختيار واستعراض الطلبات ثم الطلبات المحالة. هذا وتسير منظومة العمل لمنسوب الوزارة عبر برامج وتطبيقات العمل عن بعد، حيث قامت بإرسال الدليل الإرشادي لجميع موظفيها إلكترونياً.
باتت أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعا في جميع مناطق المملكة، يتركز معظمها في ضواحٍ سكنية متكاملة من برنامج سكني عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق سكني للهواتف، إذ يمكن للمستفيدين الاطلاع على الوحدات المتنوعة وتفاصيلها ومواقعها ونماذجها والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية بشكل إلكتروني فوري على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة. وتشهد هذه الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الضواحي إقبالا من المستفيدين نظرا لتكامل الخدمات فيها. وقد أعلن برنامج سكني عن إضافة 3 مخططات سكنية جديدة ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي، والتي يستمر البرنامج في طرحها شهريا وإتاحتها أمام المستفيدين للحجز، داعين الراغبين في هذا الخيار إلى زيارة موقع إلكتروني أو تطبيق سكني واستكمال الإجراءات. يذكر أن برنامج سكني سلم نحو 90,000 قطعة أرض في مناطق المملكة المختلفة خلال عام 2019. تأتي هذه الخطوات لتوفير خيارات أكثر للمواطنين، بما يرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030. الآن ننتقل إلى الزميل غنام المريخي. بداية غنام، مساء الخير، أبرز ما لديكم من ملفات اليوم في برنامجكم مجمل القول. أهلا وسهلا الزميل عبد الرحمن، لدينا ملفين اليوم. الملف الأول نتحدث عن دعوة المملكة العربية السعودية لمجموعة 20 لعقد قمة استثنائية افتراضية لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم وآليات مكافحته. في الملف الثاني سنتحدث عن حرب اللقاحات. اليوم تصريحات الدول، كل دولة تعلن أنها اقتربت من إنتاج لقاح لهذا الفيروس، وأعتقد أن هذه الحرب اليوم هي أمنية العالم أن تستمر ويكون لها نتيجة. صحيح غنام، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، ندعوكم لمتابعة برنامج مجمل القول مباشرة بعد ختام هذه النشرة. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد وميركل يستعرضان هاتفيا ترتيبات قمة مجموعة 20 الافتراضية التي دعت لها المملكة. وزارة الطاقة توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يوميا. وزارة الصحة تعلن رصد وتسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.